بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. عندي شوية تساؤلات، لماذا لم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم الحروف المقطعة في حياته؟ ولماذا لم يسأله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين عن تفسير الحروف المقطعة؟ روي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. فالحروف المقطعة سر الله في القرآن، نؤمن بها ونقرأها كما جاءت. فإن كان هذا هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وأولي العلم، فماذا عن صناديد الكفر والشرك؟ ماذا عن أبي جهل وأبي لهب؟ لم يجرؤ أحد من صناديد الكفر من العرب من انتقاد الحروف المقطعة ويقول مثلا: ما تلك الحروف التي أتيت بها ولا معنى لها؟ كانوا أعلم الناس بأن تلك الحروف المقطعة من عند الله تعالى، فهم يعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يجلس إلى معلم، فمن علمه تلك الحروف المقطعة؟ وأضف إلى ذلك جانب التحدي للعرب ملوك اللغة والشعر والأدب، والله عز وجل يتحداهم بتلك الحروف المقطعة، وكأنه سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن من لغتكم وحروفكم فأتوا بمثله إن استطعتم. وهذا تحدي قائم إلى يوم القيامة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفشل المشركون بجدارة، فخفف الله التحدي وأمرهم أن يأتوا بعشر سور مثله. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفشلوا مرة أخرى فشلا ذريعا، فأمرهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة مثله. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفشلوا، فأمرهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثله، ولو أقل سورة في عدد الكلمات كسورة الكوثر. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كده فهمنا كويس. طيب لماذا اجتهد المفسرون في العقود اللاحقة في محاولة تأويل وتفسير الحروف المقطعة؟ وذلك لأن الرقعة الإسلامية انتشرت وتوسعت. قال بعض المفسرين: الحروف المقطعة فواتح للسور الكريمة. واجتهد ابن كثير وقال: إذا حذفنا الحروف المكررة من الحروف المقطعة يتبقى لنا 14 حرفا يمكن صياغتها في جملة بليغة تقول: نص حكيم قاطع له سر.
وخلاصة كل ذلك، من آمن بالحروف المقطعة كما هي أثيب وسعد، ومن كفر وشك أثم وبعد. جزاكم الله خيرا.